هل احيانا تضطر بعض الاصابات في الحروب الى بتر الاعضاء نظرا لحمايتها؟ بالضبط، هو هذا اللي يعني في العاده يصير. والمشكله يعني انه بالنهايه هدف اي جراح او عياده دمويه هو الحفاظ على الاعضاء على الاطراف السفليه في حاله اصابتها، ولكن في مشكله الحروب وفي مشكله قصف مثل اللي عم نشوفه في غزه انت لازم تحافظ على حياه المريض. فلما يكون في عندك نزف صاعق بسبب اصابه شريانيه ما عندك اي وسيله اخرى الا انه يعني تقوم بالبتر. وهذا سبب لانه انت ما فيك ترمم هذا الوعاء الدموي هذا الشريان، فلو تركته حيسبب طبعا يعني تموت في الانسجه والالتهابات، وبالنهايه يعني ممكن يودي بحياه المريض. فللاسف تضطر انه انت تعمل بتر حفاظا على حياه المريض، وبالنهايه لانه كمان هي يعني اجراء سريع. هون خطورة كبيرة. بالضبط بالضبط، ويعني وبالنهاية يعني هو الوضع في غزة كمان الوضع له يعني خصوصية معينة، لأنه بسبب طبعا إغلاق المعابر وعدم وصول. هذه هي المشكلة دكتور، وهذا اللي كنت بشسك عليه اليوم، إلى أي مدى أيضا يتأثر؟ يعني نحن مع الأسف دكتور كنا نتحدث على تأثر المستشفيات نظرا إلى يعني عدم دخول المساعدات، اليوم ولينا نتحدث على تأثر المستشفيات نظرا إلى عدم دخول المساعدات، إلى انقطاع اتصالات، إلى انقطاع الكهرباء، إضافة إلى الحصار يعني الجيش والدبابات الإسرائيلية محاصرة مستشفى كامل. كل هذا يعني صعب جدا يمكن أنه تتم نجاح يعني عملية. بالضبط، يعني للأسف يعني الحصار اللي عم يكون موجود يعني فعلا حصار وحشي. يعني بداية كانت أساسا الظروف صعبة، ويعني وصول الموارد طبعا يعني لو تحدثنا عن جراحة الأوعية الدموية يعني العلاجات احيانا تحتاج الى موارد، تحتاج الى يعني ادوات جراحيه متقدمه اساسا ما كانت توصل لقطاع غزه، فما بالك يعني الان في حال اغلاق المعابر. فيعني لما كنا نتكلم عن احتواء الضرر في العاده اللي بيصير في الحروب هو نحن نعمل اجراء طبي مؤقت بحيث المريض يقدر يعني يتم نقله الى مشفى فيه التجهيزات الكامله، ويتم بعدها ممكن يعني محاوله الحفاظ على الاطراف السفليه او الحفاظ على حياه المريض. للاسف في غزه اللي عم يصير انه ما في خطوه ثانيه، يعني الجراح عم يضطر يقوم بخطوه نهائيه في المكان. واحيانا يعني شفنا زملائنا يعني عم يقوموا بعمليات على الارض خارج غرف العمليات في الممرات، في عمليات بدون تبنيج اصلا. بالضبط، فيعني هذه النقطة الثانية اللي كنا دائما نحن يعني لما كنا ندرس أو نعمل الدراسات على إصابات الحروب، إنه أنت يعني حاول أعمل إجراء مؤقت لحين يعني نقدر يعني نطلع المريض إلى مكان آخر ويتم العلاج النهائي. ولكن للأسف أهلنا في غزة ما عندهم هذا الخيار. يعني لو عملنا نحن هذا الإجراء المبدئي يعني أين سيذهبون؟ يعني لا 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 مشافي، يعني شفنا كيف القطاع الصحي كل ماله عم يعني المشافي تخرج عن العمل، انهيار كامل. صحيح، فللاسف ما في اي يعني اي امل او اي او اي او اي وسيله ثانيه للعلاج.